فاكرة ان هو اللي قتل كمال لحد ما ابوه اعترف ان هو اللي قتله. وانتي لسه بتشوفيها؟ يعني شفتها مرتين. وكانت ايه المناسبة؟ كانت جاية تدافع عن نفسها وتقول انها ملهاش اي علاقة بموت كمال اخويا. مسكينة البنت دي، حظها وحش قوي. البنت دي ضحية الظروف اللي عاشت فيها. تفتكري انها ممكن تحب تاني؟ لو لقيت حد يعوضها عن كمال اخويا. عارف يا وفيق، انا نفسي تشوف البنت دي وتتكلم معايا. لو شفتها هتحبها قوي لانها انسانه طيبه. اشوفها فين؟ ده انا بشوفك انتي بالعافيه. انت بقى مش ناوي تنفذ قرار النقل؟ اسيب شغلي؟ اسيب كل اللي انا وصلت له في المهمه بتاعتي؟ انا لازم اوصل للراجل الكبير اللي دخل مخدرات مصر. واذا ما قدرتش؟ لا ان شاء الله هقدر. سيبنا بقى من الكلام ده، انا جعان، جعان قوي، بقالي كتير ما اكلتش لقمه نظيفه. متر اهلا يا معلم اياد النور، الطرق نورت، الميتين هيصحوا. يا اهلا وسهلا. ازيك يا حسن؟ امال فين سعد؟ والله مش عارف، انا صحيت من النوم ما لقيتوش، يمكن راح مشوار. مشوار؟ مشوار ازاي؟ هو مش عارف ان البوليس بيدور عليكم؟ يعني يمكن يكون اشتاق لنعمات فراح يزورها. نعمات؟ نعمات انا سايباها بتشتغل في الفيلا عندي. وبعدين انا مش قلت كذا مره ما حدش يتحرك من هنا غير لما يستأذني الاول. والله يا معلمه الغايب حجته معاه. يعني هيرجع امتى؟ ما انا قلت يعني ان انا صحيت ما لقيتوش، اعرف ازاي يعني؟ انا خلاص الشغل ده ما ينفعش معايا خالص. والله ولا انا يا معلمه، اعمل لك كوبايه شاي. في حد خرج منكم النهارده؟ حد مين؟ حد زي حد زي فردوس، فتحية، نعمات. لا يا معلمة، كل واحدة في شغلها. ونعمات فين؟ في المطبخ بتعمل أكل اللي انت طلبتيه. ما خرجتش يعني ورجعت؟ أبدا. انت متأكدة؟ إلا متأكدة. طب هو في واحدة تقدر تتحرك من هنا إلا بإذن مني؟ هو في حد يا معلمة؟ خضتيني يا معلمة. يعني خضتك ايه؟ شفتي بعبع قدامك؟ أعوذ بالله، بعبع ايه بس؟ ده انتي بسم الله ما شاء الله زي القمر، تقولي للقمر قوم وانا اقعد مكانك. وبعدين ده انا بعمل لك الاصناف اللي بتحبيها، المحشي والملوخية اللي هتاكلي صوابعك وراه، ولا بقى الارانب حمرتها لي خلاص. جرى ايه؟ هو كل يوم محشي، ملوخية، ارانب؟ انا خلاص زهقت من الاكل ده، اعملي لي اكل تاني جديد. انتي اللي طالبة الاكل ده بنفسك النهارده يا معلمة. جرى ايه؟ كمان حلقة وحيني؟ مالها دي؟ متزرزرة كده ليه؟ سلام بقى. أنا؟ إيه يا حبيبي؟ مش هتشرب شاي؟ معلش يا ماما الوقت ضيق قوي. طب قولي عملت إيه مع فايزة؟ أنا فهمتها كل حاجة وهي قدرت موقفي. يعني إيه؟ ما اتفقتوش على الجواز؟ يا ماما الكلام ده بعدين لما أخلص شغل. سلام بقى ماما. اسمع، هشوفك امتى؟ ما انا قلت لك حسب الظروف. طيب مش هتاخد اكل معاك؟ اكل ايه يا ماما اللي عايزين اخده معايا؟ وبعدين اقول لهم جبت الاكل البشواتي ده منين؟ يلا اشوف وشك بخير. مع السلامة. خلي بالك من نفسك، ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة يا ابني. اتأخرت ليه؟ رحت ازور ابويا فطوره بالمجاورين وجبت له كام فيه رول. الله يسامحك يا ابن حلال، تعيش وتفتكر. معلمه كانت هنا سالت عنك، ولما عرفت بقى انك خرجت زعقت بقى وقلبت الدنيا، وقالت بعد كده ممنوع حد يمشي من غير اذن منها. ايه ده ايه ده؟ احنا في جيش ولا ايه؟ لا بتقول يعني انها اعلان علينا من البوليس. يا عم سيبك من الكلام ده، دول شويه كهن. هي عايزه تتحكم وخلاص، عايزه تفهمنا انها هي المعلمه. لا 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 برضه يا معلم سعد، خلينا برضه نقول الحق. يعني الست برضه قلقانة علينا. انت شايف كده؟ اتفضل. اسلم ايدك. عملت ايه مع سعادة البيع؟ اتفقت على بضاعة جديدة. ايوه، وبعدين قلت ايه؟ يعني ايه بقية الكلام؟
في ايه يا سمارة؟ انت مش يهمك المفيد وخلاص؟ لا يهمني اعرف كل حاجه يا سلطان، من ساعه ما بتخرج لحد ما بترجع، يعني زي ما بيقولوا كده عايز اعرف من طقطقه السلام عليكم. هات بقك. ماشي، اصل انا دماغي مش رايقه من ساعه ما نزلت من عند ساعه البيه. انت ان شاء الله بقى ايه اللي بقى مش مخليك رايق؟ البضاعه. اشمعنى؟ جري يا سمارة. في تعال تخشي لي قافيه. ده رايق يا سلطان؟ انا لا قافيه ولا حاجه، انا بطمن. ايه مالها البضاعه يعني؟ صنف مضروب، الكميه قليله، ما فهمتش. بالعكس انا واخد صنف اكسترا، والكميه قد الكميه اللي بناخدها كل مره الطقطقين. افتح بقى يا حبيبي. طب وده يضايقك في ايه؟ انا بفكر مش عارف انقلها ازاي يا سماره، ده انا دافع فيها دم قلبي. ما تشغلش بالك، انا هفكر لك في حاجه كويسه هعرف اصرفها لك ان شاء الله. يا ريت يا سماره تفكري وتقولي لي عشان ارتاح. فكري بمخك الحلو ده، انا عارف ان مخك ابو التفانين كلها. لسه طالع من الفرن. بقول لك يا سمارة، تقدري تقولي لي الفلوس اللي عندنا كتير قوي دي هنعمل بيها ايه؟ يعني هنعمل بيها ايه؟ مش فاهم. يعني اولها عيشه واخرها موت. يا ساتر يا رب، ايه الغنب اللي على الصبح ده يا سلطان؟ انا حبيبتي بس نفسي اعرف يعني الفلوس دي كلها بصيرها لمين؟ ما هو اذا كان عندنا حته عين كان الواحد يطمن ان الفلوس دي مش هتروح لحد غريب. والمطلوب مني ايه يا سلطان؟ امرني يا حبيبي. يعني في الاول قبل كل حاجه كلامي صح ولا غلط؟ ما انت جربت حظك قبل كده مع طابور نسوان وما حصلش نصيب. جري يا سلطان، احنا كل شويه هنتكلم في الموضوع ده ولا ايه؟ طب اقول لك يا سموره، ما تيجي انا وانت نروح عند واحد دكتور نكشف. ايه؟ اروح عند دكتور اكشف؟ ليه؟ انا زي الفل ما عنديش حاجه. لو انت عايز تروح انت روح انتكشف. في يا سمارة، يعني انت كمان مش هتنفع على حته عيل يملى عليك حياتك ولما تكبري يبقى سندك؟ انا لسه صغيره يا سلطان وبالي طويل قوي. عندك حق، بس انا بقى زي ما انت شايف يا سمارة انا قدر العمر بيجري بيا. عندك حق يا سلطان. عموما براحتك، لو انت شايف ان العيب مني اتجوز واحده تانيه غيري، زي ما دخلنا بالمعروف نخرج بالمعروف. انت بتقولي ايه يا سمارة؟ بتقولي ايه؟ يا نهار مش فايت. انا اقدر استغنى عنك قبل يا حبيبتي؟ انا اقدر ابيعك عشان حته عيل؟ ده انا ابيع الدنيا كلها وما اقدرش ابيعك انت ابدا. ده انا ما صدقت اتلقمت عليك يا سمارة، ده انت طول عمرك كنت منايا ودلوقتي بقيت دنيتي. اعمل ايه بس يا سلطان؟ انا كل اللي عايزاه مصلحتك وراحتك. حبيبتي انا مصلحتي وراحتي ان اكون جنبك انت. يا اختي بيض وبيض وجبنه بيضة وزبادي، ايه الفطار ده؟ مفيش حته طعميه، مفيش حته بتنجان، مفيش قرنين فلفل يفتح نفس الواحد على الصبح. ادي فطار الفيله القطيعه.
اهلا. صباح الفل يا ست الكل. يا اختي طعميه ولا بتنجان ولا فلفل ولا حاجه؟ خليهم يجيبوا لك بكره ان شاء الله. بسم الله. هو ايه اللي انا بسمعه عني ده يا ماما؟ خير يا حبيبتي، تسمعي عني ايه؟ العيل الصغير اللي انت بتعرفيه. انا يا بنت بعرف عيل صغير؟ ايه يا سماره كلام الفارغ اللي بتقوليه ده على الصبح؟ كلام فارغ ايه يا ماما؟ بقى مرض ما طول النهار عندك في القهوه، واكل شارب ما بيحاسبش، واخر الليل بياخدك ويمشي. قصدك المعلم حموده؟ يا بنت يا عبيطه، ده عامل زي ضرفة البان، لو مد ايده في الحيطة يا سمارة هيجيبها الناحية التانية. وتقولي لي عيل صغير؟ يعني أنا ما كذبتش في كلامي يا ماما؟ بتكذبي يا سمارة، لما تقولي لي عيل صغير يعني كده إن أنا بعرف عيل عنده 14 15 سنة، وحمودة ده يجي 30 سنة. برضه ما يلاقش بيك، ما يلاقش بسنك. سني؟ أنت عايزاني يا سمارة اعرف راجل من سني؟ لا انت غلطانه، انا لازم اعرف راجل اصغر مني عشان يدلعني ويمتعني، لان انا عشت طول عمري لا اتدلعت ولا اتمتعت، طول حياتي شقاوة بس. ياما احنا مش كنا اتفقنا ان انت تبطلي الحاجات ديت؟ لو عايز تتجوزي اتجوزي واحد كده يليق بمقامك، انت معلمه عليات يا اختي بلا خيبه. وانا لسه هدور، انا لقيته خلاص. لقيتي ايه؟ لقيتي واحد صايع ضايع عايز ياخد منك كل فلوسك وبكره يرميكي ويدور على واحده تانيه غيرك؟ فاشر يا سماره فاشر، اللي يعرف عليات ما يعرفش عليها ست تاني ابدا. عارفه يا سماره لو تشوفي حموده بيعاملني ازاي، لو تسمعي الكلام اللي بيقوله لي في ودني، طبله ودني بتتحزم وترقص. واخره الهم ده ايه؟ هم ده الحب كله اللي راجلها يحبها، الشمس تطلع وتزغرط لها لجوزها. لجوزها هيبقى امتى يا ام؟ في القريب العاجل. حموده بيودى بحاله وبيتقل ماله. جمال حموده وميزته ان يطيق العمى، تخرمي له عين وما ياخدش ملين احمر من واحده ست. بامرت ايه؟ انه قاعد ليل نهار هو الصيع عندك في القهوه واكلين شاربين على حساب المعلمه عليات؟ يا بنت انت بتسمعي كلام الحاقدين؟ دول بيغيروا منه وحاقدين عليه، دول عزال. يا حرام عليكي، خايفه على اسمك وسمعتك وخايفه على فلوسك وحالك ومحتالك. يا بنتي يا عبيطه ما تخافيش، بقولك بيموت فيا وفي دباديب اهلي وهيتجوزني. هو انت ما بتحبليش الخير يا سماره؟ انا ما بحبكيش الخير برضو يا امه، الله يسامحك، بس انا خايفه قوي، خايفه تكوني فاكره نفسك يا عليات رميت الشبكه واصطدتي سمكه طلعت ضفدعه. لا يا حبيبتي، قولي عليات رمت السناره طلع لها حوت مش بسريايه. بقول لك ايه يا سماره، انا عارفه يا حبيبتي راسي من رجليا، وعلى عينك يا تاجر ما بعملش حاجه غلط، واللي مش عاجبه يشرب من الترعه. على نار الشوق رايحه القهوه يا اختي، على حلقه دم مع الصبح خوفي عليك يا أمه. معلش يا فايزة مش هقدر اجيلكم، اصل الوقت ضيق قوي. ما انا يا دوب جيت اطمن على ماما وماشي على طول. تقدري تيجي؟ طب قدامك ربع ساعة بالكتير. مع السلامة. مالكش حق يا وفي يا حبيبي، كان لازم تعدي عليهم نص الساعة تسلم على خالك. ايوه عشان يقعد بقى يطمني هو وطنط أنيسة علشان رفضت النقل ويعمل نفسه زعلان مني. يا ابني خالك بيحبك ونفسه ان انت تتجوز بنته، وبعدين أنيسة امه خايفة على مصلحة بنتها، وانا نفسي اغمض عيني وافتحها والاقيك متجوز ومتهني ببيتك. ما هو مش على طول كده يا ماما، انا محتاج فترة طويلة بعد ما اخلص مهمتي علشان افكر في الجواز. على ايه ده كله؟ اصل انا انت ايه؟ ما تفهمني يا ابني. ماما انا هقول لك حاجة بس توعديني انها تفضل سر بيني وبينك. قول لي يا ابني وريحني. انا مشاعري اليومين دول رايحه ناحيه واحده تانية خالص. انت بتقول ايه؟ انت عايز تعمل مشكله في العيله؟ عايز خالك يكرهك؟
اودي وشي منهم فين؟ انا عايز اقول لك كمان ان في مشكله في العلاقه وتطلع مني. افتح المهمه اللي بقولها. مش فاهم. وانا لو قلت لك مش هصدقك. يا ابني فهمني مين دي؟ واحده مرات تاجر مخدرات. يا بزبطي انت بتقول ايه؟ ازاي يا وفي واحده متجوزه ومتجوزه مين؟ تاجر مخدرات جنسها ايه دي؟ ما يا ماما ظروفها هي اللي خلتها تتجوزه، لكن هي انسانه تانيه خالص. عارفه يا ماما انت لو عاشرتيها هتحبيها قوي. اعاشرها ايه واحبها ايه؟ احنا مالنا ومال الاشكال دي؟ وبعدين انت بتقول انها متجوزه، عاوز منها ايه؟ مش عارف، لكن هي اتفقت معايا انها هتسيب جوزها. لا اوعى يا ابني، اوعى تتوحى على الكلام ده. انت متعرفش جوزها هيعمل ايه؟ وبعدين انت ازاي تسيب بنت خالك، بنت الحسب والنسب اللي متربيه احسن تربيه، وتدور على واحده متجوزه تاجر مخدرات؟ عرفتها منين دي؟ سيرفيس. ازيك يا جيم؟ اهلا. عامل ايه كويس؟ لا صباح. هي مش دي نور اصلا؟ مظبوط. هي بتيجي هنا كل قد ايه؟ هي بتحجز مرتين في الاسبوع. طب انا كنت عايزه منك طلب. تحت امرك. ممكن تحجز لي المره الجايه لما تيجي؟ طبعا طبعا. اصل انا كنت عايزاها في موضوع مهم قوي. لو تحبي حضرتك انا اكلمها، انا علاقتي بيها كويسه وهي ياما خدمتني. لا 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 لا، انا عايزه اتكلم مني ليها يعني. ماشي اوكي. ميرسي قوي. تحت امرك. اشوف وشكم بخير. انا بقى حبيبي معايا العربيه، تحب اوصلك؟ اه خلي فايزه توصلك. توصلني ايه بس يا ماما؟ يا جماعه انتوا عايزين تبوظوني شغلي؟ يا حبيبي خطيبتك وبتحبك وعايزه تريحك. خلاص خلاص يا عمتي، ممكن هو مش عايز حد يشوفه وراكب معايا العربيه اللي يفتكر ان انا خطيبته. اهو انت بقى كده بتتكلمي صح. ما هو لو حد شافني وانا راكب عربيتك الجامده دي مع واحدة زي القمر زي كده، يستحيل هيصدق إن أنا الصبي اللي بشتغل معاه. وهنفضل بقى لحد إمتى على الحال ده؟ ما تستعجلش يا جنوني، بكرة هتروق وتحلق. أمال كل شيء بأوانه وتعمل أنت. شفت بقى ضحكتني إزاي؟ بس أنا يا حبيبي خايفة تتعود على اللهجة دي على طول. وماله عصفورة قلبي؟ الله وفيه. يا حبيبتي ما أنا من عاشر القوم 40 يوم صار منهم، شوف أنا بقالي قد إيه. ربنا معاك يا ابني وترجع باذن الله بالسلام. الله ربنا يخليكي ليا يا ماما. شايفه الدعوات الحلوه؟ ما تقلبي انت كمان بدعوه يا ميسه زيها كده. ما انا على طول بدعي لك ان ربنا يحفظك من كل شر ويبعد عنك الناس الوحشين. لا كله الا الناس الوحشين. ربنا يخليني دايما جنبهم، دول هم شغلي ومستقبلي. تعالى حبيبتي احكي لي عملت ايه مع صاحبتنا؟ اه الست ناني؟ لا انا وهي بقينا اصحاب كده. ها ولسه ما رحتلهاش بيتها؟ هي ما طلبتش مني ساعة. انتوا مش بتخرجوا مع بعض؟ اه بس كل مقابلاتنا في الكوافير. لا لازم تقعدي تجرجريها في الكلام كده لحد ما تعزمك هي في بيتها. انا خايفة قوي يا سعد، اللي طالع عليا اليومين دول ان احنا نبعد عن الشغلانة ديت والنبي الله يكرمك ما تيجي نسيب الشغلانة ديت. انا معاك،
بس تقدري تقولي لي يعني هنصرف منين بعد كده؟ اخس عليك يا سعد، انا طول ما انا معاك لا فكر لا في غنى ولا حتى في فقر. ايوه حبيبتي، بس انا اصلي يعني حياتي على كف عفريت، البوليس بيدور عليا وممكن يقفشوني في اي لحظه. الشغلانه دي برضه هيقفشونا فيها يا سعد، وساعتها انا وانت هنخش السجن. ومال؟ بس ساعتها بقى هطلب منهم يحطونا انا وانت في زنزانه واحده. بس يا سعد بقى ما تهزرش. يا حبيبتي ما تخافيش، انا مرتب كل حاجه. احنا نخبط خبطتنا الكبيره زي ما انا قلت لك، نعمل قرشين حلوين ونبلغ حتى على سعاده البيه، ونكت انا وانت على بلاد بره. يا رب يا سعد يا رب. انا مش عايزه اقول لك كلامك ده بيريحني قد ايه. يعني كانوا هما الاثنين لوحديهم جوه المدفن والباب مقفول عليهم يا ريس؟ الله، وانت شفت ده بعينك؟ ايوه يا ريس. طب ما رحتش بعت لهم الشيطان ليه؟ وعم حسن الجن كان واقف بره وبيصنط عليهم كمان؟ يجي اكتر من ساعه. طب ما خبطش عليهم ليه عشان يفتحوا له ويدخل معاهم؟ قول لي انت بقى يا ريس. اقول لك ايه بس يا عنب، ده كده الحكايه كبرت قوي. انا اللي مجنني يا ريس دونجل، ازاي ان حسن الجن يعرف بالموضوع ده وما يروحش يبلغ المعلم؟ الله يخرب بيتك يا دي عنب، تصدق يا دي انت حطيت ايدك على حاجه كانت تايه عن دماغي؟ ايه صحيح اللي يخلي عم حسن الجن ما يجيش يبلغ المعلم باللي بيحصل؟ اقول لك انا يا ريس. طب ما تقول ياد مستني ايه؟ انت اياه تعال يا ريس. اقعد يخرب بيت دماغ وامك. يظهر ان حسن اول مره يعرف الموضوع ده، ان حسن راجل جدع سالني عليه ومش ممكن يقبل على نفسه انه يبقى لا مؤاخذه يعني. يا ريت يطلع جدع ولا حتى نص جدع وما يقبلش على نفسه انه يبقى لا مؤاخذه. انا متهيألي يا ريس انه هيجي لك ويفتح معاك الموضوع ده عشان ياخد رايك فيه. هو ده اللي انا مستنيه. يا ريتك يا حسن بقى تعمل راجل وتيجي تعترف بحاجه زي دي، يبقى ساعتها طبلي يا ام ناجي على ما تحزم واجي. وبعدها معاك يا سلطان، اخرت قعدتك دي ايه؟ مش ناوي يا اخويا بقى تنزل الشغل وتشوف رجالتك؟ ماليش نفس اعمل اي حاجه سمر، ماليش نفس. ساعة ما الدكتور قال لي مفيش فايدة الدنيا سودت في وشي، حسيت ان انا شجرة ناشفة ومتفرحش. انت عاملها ازمة قوي كده ليه؟ ما في ناس كتيرة جدا ربنا حرمها من الخلفة. ما تزعلش، مش انت دايما بتقول ان انا عندك بالدنيا؟ ارضى بقى باسمتك ونصيبك. الحمد لله وشكر لله، بس كان نفسي بحتة عيل منك، حتة عيل، مش عاوز اي حاجه تاني. يعني كل الكلام اللي كنت بتقوله لي بقى بحبك ومش عايز غيرك في الدنيا وعيال ايه وشغل ايه، كل ده كلام اوانطه مش كده؟ لا يا سماره ما تقوليش كده. ايه ده ايه ده الكلام اللي انا كنت بقوله لي ده؟ كله طالع من جوه نخشيش قلبي. صدقيني انا ما حدش في الدنيا دي اغلى منك. اسكت، انا خلاص الكلام ده ما عادش يخيل عليا. أنا بس بسيبك تفضفض بالكلام وتبعبع. كفاية بقى يا سمارة، الله كفاية تقطيم بقى، أنت كده بتقطعي قلبي بسكينة حامية، حرام عليكي. الله في إيه؟ أنا بس كان بدي ومر عيني عشان تكمل سعادتي أجيب منك عيل، ساعتها أحس إن أنا أسعد واحد في الدنيا. أعذرينا يا سمارة، ما أنا برضه بشر زي بقية الناس. طيب وناوي بقى تفضل على الحال ده لحد امتى؟ لحد ما تعملي فنجان قهوه من ايديك الحلوين دول، افرك في حته حشيش تهدي مزاجي. بس بشرط ترجع سلطان اللي انا عارفاه وبحبه، تنزل شغلك وتشوف حالك ومحتلك ورجالتك. مش عايزه اي حد يحس ان سلطان بقى راجل ضعيف، ساعتها اسمك مش هيبقى سلطان. وراح يبقى اسمي ايه؟ هيتريقوا عليك يا سلطان، هيقولوا عليك شخشيخه. ايه؟ لا 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 لا، طمني طمني يا سماره، لا يمكن حد يقدر يقول عليا كده. اسم سلطان لا يمكن يتهز بشغله ابدا. يا ريت يا سلطان، يا ريت. ما قلتليش المعلم سلطان ماله يعني كده مقاطع الدكانة وبقاله كام يوم محدش بيشوفه؟
هو عيان ولا حاجة؟ ولا عيان ولا حاجة، قعد لنا في البيت للنهار زي قرد قطع، وسايب مراته الدور كده على حل شعرها. والنبي يا دنجل سيبه في الهم اللي هو فيه اخويا. ايه ماله؟ جاله انهيار في ركبه ولا ايه؟ اصل سمعت كده كلام بينه وبين المعلمة. ايه متخانقين؟ يا ريت يا اخويا، مش طلع ما بيخلفش. طلع ما بيخلفش؟ هو لسه هيطلع يا عبيطة يا بنت، ده اتجوز 17 مرة وما خلفش، لسه هيطلع ما بيخلفش. ما هو بقى باين عليه كان حاطط امله كله على الست سمارة. يبقى اكيد مخه جاب حرانكش. هو يعني لحد دلوقتي لسه مش عارف ان العيب منه؟ ما هو من ساعة ما عارف قعد لنا في البيت زي الولاية وبيتخانق مع دبان وشه ومش طايق حد. خلينا في المهم وسيبك من الراجل الفاضي ده اللي ملوش لازمة. قوليلي، ما سمعتيش اي كلمات غرامية كده من المعلمة سمارة عن حبيب القلب سعد؟ هو انت بتقول ان المعلم هو اللي مخه جاب حرنكش؟ طب والله ما حد مخه جاب حرنكش الا انت. هو انت فاكر ان المعلمة هتيجي تحكي لي عن غرامياتها وحبها؟ يا بنت يا ام مخ زنخ، انا مش قصدي انها تيجي تحكي لي، انا قصدي يعني تكون سمعت كلمه كده ولا كلمه كده وهي بتتكلم معاه في التليفون. وهتتكلم معاه في التليفون ليه؟ هو انت مش بتقول ان هما بيتقابلوا سوا في المدافن، واخر مره شايفهم هما قافلين باب المدفن عليهم، وان الريس حسن بيتصنت عليهم. خارج عايز حاجه؟ عايزه سلامتك، بس انا جايز اخرج النهاردة. تروحي في ايه؟ هروح للطوافير. انت مش كنت عند الراجل ده من يومين؟ يومين ثلاثة. ايه مش عايزني افضل دايما قاعدة حلوة؟ حبيبتي انت حلوة وزي القمر من غير الكافير ده. الله، وانت ناقصة ازواق. امال يعني انا بتدرمغ في حبك ليه يا جميل؟ بتدرمغ بقى بذمتك؟ دي كلمة راجل يقولها لمراته؟ حبيبتي انا قصدي اقولك يعني ان انا دايب في حبك زي 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 ايه؟ زي ايه؟ زي ايه؟ انا مش عارف اقولك زي ايه بالظبط. خلاص قول مش عارف، انا اعلمك. انا بقى اقولك بعد كده تبقى تقولي ايه. الكاتب يا ابني مش عايز نماذج. معلم بس نطمن عليك بس يا معلم. نطمن عليك ايه؟ عيل صغير كان تايه ورجع لحبك. يا صبيان يا معلم، ويستاهلوا اللي جرى لهم يا معلم. ما صحش كل الصبيان ده. ليه يا اخوي؟ انت اللي على راسك ريشه. انا في ايه؟ وانت انت وهو واقفين ليه؟ ما بتشغلوش ليه؟ ما احنا خلاص خلصت الشغل يا معلم ووزعنا البضاعه. طب اجي انا يا عم، هات شيشه من عليا يا معلم. خد يا حمك، انا مش عايزها من عينيك، انا عايزها من القهوه. فايب فايب اجي يلا وجيب معاك. أرد أنا معلم؟ لو حد غير اللي بالي بالك أنا مزاجي مش رايق. فهمت يا معلم. بقول لك يا سيدي المعلمين، إيه رأيك لو خدنا دكان المعلم فتوح ودورناها؟ لا لا، أنا لا بطيق سيرته ولا أي حاجة من ريحته. الله يكحمه بطرح مراه غور. هلا بالي بالك يا معلم. ومزعل إيه يا أنت؟ بزعل حد على حلقي ان انا قطع شياد؟ بزعل ايه؟ هو مخك ده مش ناوي يشتغل ابدا؟ هيفضل عطلان على طول؟ معلم انا مخي اوعى مين وشي؟ طيب يا معلم اوعى. اهو وشك هنا يا معلم. وعامله ايه مع ناني دلوقتي؟ مش قلت لك يا سعد انا وهي بقينا زي الاخوات بالظبط. انا اللي مش قادر افهمه، انت ليه لغايه دلوقتي ما رحتيش زرتيها في البيت؟ يمكن الراجل محرج عليها ان حد يخش البيت. اما كده بقى ما ينفعش، كل اللي بتعمليه ده ما منوش فايده. لازم تروح تزوريها في بيتها وتعوديها على كده لحد اما في مره يكون هو هناك وتشوفيه. بس هو يشوفك لانه اكيد عارفك. واعمل كل الكلام ده ازاي؟ المهم الاول تروح لها. بس هو في مره تغلطي وتقولي لها انك انت مرات سلطان، او حتى سلطان يعرف انك انت بتشوفيها. ما تخافش، هي لحد دلوقتي حتى ما تعرفش ان انا اسمي سمار. حلوه قوي. المهم بس تعرفي هو مين وسيبي الباقي عليا. طب ايه رايك يا سعد لو عزمتها عندي في البيت الاول؟ وماله؟ بس المهم سلطان ما يكونش موجود، يعني مثلا يكون مسافر بيحصل تمن بضاعه. هي كلمته امبارح في التليفون قالت ان هي عايزه تقابله بكره. يبقى في بضاعه جديده جايه، واكيد هو هيسافر علشان يقابل حد من التجار. هتقدري تعزميها عندك في البيت، بس المره الجايه بقى لازم ترد لها الزياره. انا ماشي بقى. هتتاخر؟ لسه مش عارف.
يلا سلام. سلام. ما فين نعمته فتحية؟ فتحية بتشتغل تحت ونعمت ما جاتش. يعني ايه ما جاتش؟ ما عرفش، يمكن تعبانه ولا وراها مشوار. مشوار ايه؟ تلاقيها راحت تشوف الريس سعد، اصل هي كانت قالت لي ان هو وحشها. بتقول ايه؟ هي قالت لي كده؟ اه. بتهببي عندك انت كمان؟ أه بس ابو السرير يا معلمه. اطلعي بره، عايزه البس يلا، مش فاضيه لك. اطلعي. حاضر حاضر يا معلم. حاضر. بتسألي ليه؟ علشان لو ما كنتش هترجع الغداء اتغدى برا مع اصحابي او اعزمهم هنا في البيت. احسن برضو تعزمهم هنا. ليه؟ وانت مش عايزني اخرج ليه؟ عشان خروجك بقى كتير قوي يا حبيبتي. طب ما انت كمان بترجع الساعة واحدة واتنين كل يوم بعد نص الليل. شغلي هو اللي عاوز كده، اعمل ايه؟ ليه؟ ما مديحة ابو العزم جوزها وزير الساعة 3 بالدقيقة بيكون قاعد معاهم على الغداء. يا حبيبتي جوزها ده وزير المعارف، يعني شغله كله بينتهي مع انتهاء اليوم الدراسي. وانت بقى بتقعد لحد الساعة واحدة واتنين بالليل بيدوك حصة زيادة؟ يا حبيبتي يا حبيبتي انا وزير الداخلية، يعني مسؤول عن الناس دي كلها من اول ما يصحوا من النوم لحد ما بيناموا بالليل. ليه؟ وهي كل الناس بتتأخر في النوم؟ مش في ناس بتسهر؟ اه طبعا، اللي في البارات والكباريهات، ما انت بتسهر معاهم عشان تحرسهم. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ هي دي وزارة الداخلية؟ ما كانوا سموها وزارة المسخرة والخبص. الدور والباقي عليك انت يا حبيبتي، اللي لعبت للقمار بقى سيرته على كل لسان. ايه ده ايه ده، احنا بنلعب عشان نتسلى. دولة اللي انت بتعمليه ده بقى في منتهى الخطورة. وايه بقى الخطورة اللي فيه؟ ده كمان قلة ادب؟ لا يا هاني، بس هيأثر على سمعة الحزب وعلى سمعتك كوزير، واحنا مش ناقصين قرف المعارضة بتاعت البرلمان. يعني نفضل قاعدة محبوسة بين اربع حيطان؟ خلاص كلمي أنيسة هاني تيجي تقعد معاكي وهو تتسلوا مع بعض. أنيسة؟ يا ساتر، دي ما بتشوفش غير اللون الأسود. طول النهار تكلمني عن كمال ابن أهل مات ولا فايزة اللي خطيبها ما بيجيش يزورها. أعوذ بالله. يعني إيه؟ مفيش فايدة؟ أنا عندي حل. إيه هو؟ أجي معاك المكتب كل يوم وأشوف الشغل اللي بتشتغله وأتسلى. بقولك إيه؟ أنا كنت فاهم إن أنا متجوز واحدة عاقلة مش واحدة طالعة من الخنكة. سعد سعد سعد، فين حسن؟ اهلا معلمة. طب بيه صباح الخير الاول. رد عليا، سعد فين؟ سعد خرج من يجي نص ساعة كده. خرج راح فين؟ والله يا معلمة ما قالش. انا مش قلت ما حدش اتحرك من المخرومة دي غير لما استأذني؟ طب دي عايزاه في حاجة مهمة؟ اه اكيد طبعا عايزاه في حاجة مهمة. امال جاية ايه؟ السير معاكم؟ طب يعني ما اقومش انا بالموضوع ده، انا في الخدمة. لا ما تنفعش انت يا حسن، بس انا بقى هعرف اجيبه ازاي. اوبا